ما نسميهاش فورماسيون، مي ان شاء الله غير واحد لا ديسكوسيون، واحد لا شونج، واحد غادي نبقاو نهضروا مع بعضياتنا، غادي نشوفوا دي سوجي، نهضروا على دي تيماتيك. وان لي كوبيراتيف، يعني حنايا الناس اللي كاينين هنايا لي كوبيراتيف ولي زوتو انتربرونور حتى هما عندهم الحق نورمالمون. هاد الاسواق العموميه لاكسي غير نورمالمون قبل لاكسي غير لي زونتربريز، يعني لي زونتربريز الكبار، الشركات الكبار. دابا نورمالمون عند حتى التعاونيات ولي زوتو انتربرونور عندهم الحق. غادي نشوفو من بعد بان سي فري، يعني تسنات واحد الشراكه ما بين لوديكو اللي هي كتاثر التعاونيات والمينيستر ديال لينوفاسيون سوسيال وليكونومي، سوف كو مازال ما كاينينش دي بروجي دي زابيل دوف اللي ادابتي التعاونيات وادابتي لي زوبونتروب، يعني اللي يقدروا يجاوبوا عليهم التعاونيات. حيت كنعرفو حنا التعاونيات أغلبية التعاونيات كيكون التعاونيات صغار، يعني هما واحد المحدودين في هو اونيك فيها، يعني ما كاينين بزاف الناس اللي ما كيعرفوش يديروها. القيم ديالو لي برانسيب، يعني شنو هو الحوايج اللي ما يقدرش يتنازل عليهم، والصفات ديالو، وشنو هما المحركات، علاش كيخدم، شنو هو المحرك ديالو، تقدر تكون العائلة ديالو، يقدر يكون الأقرباء، يعني شنو هو المحرك ديالو اللي كتخليه أنه باش فوالا الحافز ديالو. كاينين دراري يلاه خرجوا شدوا ديبلوم ديال الخياطه ما باغي ما عارفينش فين يخدموا، كاينه وحده عندها 3 ولا 4 ديال الماكينات ما عرفش شكون اللي خلاهم ليها، يعني ما يعني كيتجمعوا هاد الناس كاملين كيقدروا انهم يحسنوا المنتوج ديالهم، واحد كيكمل الله وزن العجل ديال بالنسبه للضم ديالي مع البروجي المستخدمه في القطاع السياحي. اها، وفرصه كانت انني نجي نشارك معكم هنا بالصف طبعا. هذا هو الاوبجيكتيف. أكون هشام مطلوع موجز في القانون، حاليا كنشتغل أنيماتور لا ناتور غيد يعني توريستي، في إطار إنشاء واحد التعاونية باقا، يعني ما مخرجتش الوجود، التعاونية ديال السياحة الجبلية. أييه شاركتي إن شاء الله، إن شاء الله نستافدوا منكم، إن شاء الله نستافدوا من بعضياتنا إن شاء الله. اسم احمد بورقادي، موجز الدراسات الاسلاميه، مراقب تعاونيه على سلطان النسيجه النسويه، مؤطر التدرج المهني وصانع تقليدي. تبارك الله. محمد انا عبد الحق، صانع تقليدي ماشي مرحبا. شكرا احمد، نائب رئيس تعاونيه حي الراميه تربيه النحل. عندنا التعاونية ديال التربية النحل، كندير الإنتاج ديال العسل والمشتقات ديال الخلية، منتوجات الخلية كاملة، وهاد التكوينة هذا راه مهم خصنا نستخدموها إن شاء الله. وسينا بيلو ممرضة، حتى أنا جيت نستافد ونكتشف حاجة جداد، وليت تعرفت عليكم كاملين. أيوا أيوا إلكترونيكانيك والأنظمة التلقائية، وهو في التعاونية ديال الجوهرة الزرقاء اللي هذا اللي انتقلت متجددة. حنا كنعدو حنا البروجي، فهمت، كنأصطادو لي بلانيت سولار في السطوح ديال مثلا ديال المباني. ديال المباني. داكوغ، تخي بيان.